جائزة تمثيل دور أول رجال وقدرها 30,000 جنيه للفنان أمير صلاح الدين عن دوره في فيلم نوارة. أمير صلاح الدين أفضل نجم سينمائي النهاردة، بقول لك مليون مبروك على الجائزة. الله يبارك فيك، شكرا. فيلم نوارة وش السعد عليك برغم كل الكوارث اللي حصلت لك، وزي ما قلت على الاستديو مش كده؟ أيوة بالظبط، الحمد لله ربنا ستر. الحمد لله، زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. الحمد لله الحمد لله، هو ربنا الحمد لله رب العالمين. ده كان اختبار كبير جدا الفيلم ده، بداية من إن أنا يعني أشترك فيه لحد ما خلصته، واعتقد ان الجائزه دي ربنا بيجازيني بيها خير يعني الحمد لله. كل الساده المشاهدين اللي ما شافوش لسه الفيلم، تقول لهم ايه عنه وعن دورك فيه؟ والله فيلم نواره هو فيلم بيحكي عن قصه شاب، مش شاب يعني، ولد عدى ال 30 سنه وبنت عدت ال 30 سنه، متجوزين بقالهم 5 سنين، مش لاقيين شقه يسكنوا فيها، ظروف اجتماعيه سيئه جدا، ظروف اقتصاديه سيئه جدا، وقت الثوره كمان فكانت الظروف اسوء واسوء. واجهوا بقى المشاكل دي من خلال قصص ليها علاقه بنواره والاسره اللي كانت شغاله عندها كخادمه، وانا وشغلي كراجل بصلح ادوات كهربائيه، الشغل قل عندي وقل عندها، وحصل مشاكل عند الناس اللي شغاله عندهم فسابوا الفيلا ومشيوا، فاصبحت بلا مأوى وانا اصبحت بلا مأوى لان والدي برضو عنده سرطان ومش لاقي علاج، لان مشاكل اللي هي مشكله قطاع كبير جدا من الشباب المصريين كادح كادح طبعا، واللي هم ما شاركوش في الثوره اساسا، يعني هم الثوره ما بقت لهم ولا جمل، بالنسبه لهم ده حاجه عابره كانت بتعدي جنبهم، في حين ان هم دول اللي الثوره قامت عشانهم في الاساس، وهم دول اللي حصل الثوره الثانيه برضه عشانهم. يا رب ان شاء الله الناس دي تاخد حقوقها يعني باذن الله. عايز احييك على قدرتك الجميله على سرد الاحداث، الحقيقه كاني بشوف الفيلم وانت بتحكيه، لان انا عشته، انا عايشه كمواطن برضه مصري، انا برضه عشت كل الحاجات دي، ظروف علاجيه كانتش موجوده برضه عندي بالنسبه لي انا كمان، وتعليميه برضه انا كمان، بمرض خطير اثناء التصوير الفيلم الحمد لله، و ايه لا مرض ما الحمد لله ربنا، جراحه في المخ، الف سلامه، قسطره في المخ مش جراحه، عمليه كده قلت على الاستديو جراحه، هي نادرة، لا عمليه كبيره في المخ، وربنا ستر الحمد لله، وهي عمليه نادره جدا، وكان نجاتي فيها كانت صعبه يعني، بس الحمد لله كنت واثق جدا في ربنا ودعاء والدتي ووالدي يعني وزوجتي الحمد لله، وربنا كرمنا الحمد لله. كلهم معاك وحواليك النهارده. ايوه بالظبط بالظبط. بقول لهم ايه بقى من خلال شاشه الشرقيه وبرنامج هوليود الشام؟ بقول لهم لولا انتم ما كنتش قدرت اتخطى يعني المحنه دي، ولا قدرت ان انا امثل الفيلم ده، ولا ان انا اخد الجائزه الحمد لله.